تدريبات مشتركة على اختطاف فلسطينيين بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تثير جدلاً في إسرائيل حسب صحيفة يديعوت أحرانوت. التدريبات تشمل سيناريوهات مختلفة تتضمن تسلل مقاتلين إلى المستوطنات وتنفيذ هجمات إطلاق نار على الطرق المؤدية لها، لكن ما أثار غضب المستوطنين سيناريو جرى فيه اختطاف فلسطينيين على يد بعض المستوطنين كعمل انتقامي وفق الصحيفة. المنتقدون طالبوا نتنياهو ووزير الدفاع بالتحرك فوراً وطرد كل من خطط لهذه التدريبات في هذا الوقت، واعتبروه تعريضاً للأرواح للخطر من خلال إهدار الذخيرة والقوة البشرية في سيناريوهات مثيرة للسخرية كما وصفوها. الأحداث هذه تأتي في خضم انتقادات دولية للعنف الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومؤخراً فرضت أمريكا عقوبات مالية على 4 مستوطنين متورطين بهذا العنف.